وعلى المزيد ينضم إلينا من عاصمة ليتوانيا فيلنيوس عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك عربي معنا. بداية، ماذا لديك من تفاصيل عن المنتظر أن تخرج به قمة الناتو اليوم، وماذا عن جدول الأعمال؟ مرحبا بسنت. المنتظر حتى هذه اللحظة هو الإعلان عن كيفية الاستمرار في دعم أوكرانيا. من المفترض أن بعد ظهر اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسب المعلومات التي خرجت هنا، هو والدول السبع الكبار، الدول الأغنى الأقوى اقتصاديا وبالسلاح أيضا، سوف يعلنون عن الاستمرار في دعم أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية لبعد انتهاء الحرب. المفترض أن تدخل أوكرانيا أو تنضم لدول حلف النيتو، ولكن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية وتحتاج إلى سلاح وما إلى ذلك. سوف يتم الإعلان عن هذا الأمر بعد الاجتماع من المفترض لأول مرة في النيتو، واجتماع مجلس النيتو أوكرانيا الذي سينعقد اليوم لأول مرة. من المفترض أن هناك يعني مناقشات ستتم بين زيلينسكي وقادة حلف النيتو حول كل هذه الأمور ودعم أوكرانيا مستقبلا. ولكن الأمر الأكثر أهمية أن الرئيس زيلينسكي ما زال حتى في هذه الأثناء مستمرا في تصريحاته التي أطلقها للصحفيين. حتى قبل دقائق قرر نفس الأمر الذي تكلم عليه بالأمس وصباح اليوم، أن الشعب الأوكراني كان ينتظر اليوم مدى زمني أو توقيت معين من دول حلف النيتو لتسمية موعد لانضمام أوكرانيا لحلف النيتو، ولكن أوكرانيا لا تحصل على هذا الأمر، والشعب الأوكراني مصاب الآن بخيمة أمل نتيجة هذا الأمر. زيلينسكي تكلم أيضا على أننا نعلم أننا سوف كنا نحصل على الأسلحة والمال وما إلى ذلك، ولكننا كنا ننتظر مدى زمني لانضمام أوكرانيا إلى حلف النيتو. ولكن بسنت، الخبر الأهم أيضا هو تحليلات ما يجري هنا في أروقة هذه القمة في هذا المبنى بين الصحفيين، والتصريحات التي تخرج من أعضاء من زعماء الدول للصحفيين على هامش هذه القمة، في أن أوكرانيا بالفعل، حتى المحللين السياسيين هنا في هذه القمة، أوكرانيا حصلت بالفعل على الكثير. لم تحصل دولة في حالة حرب على ما حصلت عليها أوكرانيا في من حلف النيتو في هذه الأثناء. نعم، وأنت ذكرت كلمة الضمانات الأمنية. ما المقصود بهذه الكلمة؟ ما الضمانات الأمنية التي ستقدم إلى أوكرانيا؟ الضمانات الأمنية بالطبع هو ضمان أمني أن تستمر أوكرانيا في الحصول على مزيد من الأسلحة. تحتاج إلى أسلحة وجيش قوي. الدول السبع الكبار ستتولى مستقبلا، لأن الدول الأقوى اقتصاديا وماليا ستتولى في المستقبل، بداية من الآن وفي المستقبل أيضا، بناء جيش أوكراني قوي، لأن أوكرانيا لا يوجد لديها جيش بكل هذه القوة، عدد كبير جدا من الجنود بالطبع، ولكن لا يوجد لديها سلاح كافي وأموال حتى لشراء السلاح. لذا الدول السبع الكبار ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى تكوين هذا الكشف في المستقبل كضمان أمني لأوكرانيا. ضمان أمني أوكرانيا، الأمن يعني مزيد من السلاح، جيش قوي، مال كثير حتى لدفع مرتبات هناك في أوكرانيا، لأن الدولة مهترئة بشكل كبير. هذه هي الضمانات الأمنية، لا تخرج خارج إطار الأسلحة والأموال التي تحتاجها أوكرانيا. لذلك ستتعهد هذه الدول بالاستمرار في دعم أوكرانيا بالمال وبالسلاح في المستقبل حتى تنتهي الحرب، وتستطيع أوكرانيا الانضمام إلى حلف النيتو، ولكن بشرط أيضا، وشرط ألماني أيضا في الأساس، إجراء مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية داخل أوكرانيا مستقبلا. نعم، يعني بالأمس كانت هناك مجموعة من التصريحات التي خرجت من القمة بخلاف أوكرانيا. هل هذه التصريحات التي خرجت كانت متوقعة؟ الحقيقة كل التصريحات التي خرجت بالأمس واليوم في هذه القمة، حتى التصريحات التي ستخرج بعد ظهر اليوم بعد الاجتماع، هي تصريحات كلها متوقعة. خلال الأسبوعين الماضيين وتحديدا العشرة أيام الماضية، كانت هناك اجتماعات بشكل مباشر بين أعضاء حلف النيتو كل الدول، وأيضا أمين عام حلف النيتو ستولتنبرغ كان يسافر في كل مكان حتى يستطيع تكوين المسودة النهائية. اجتماع اليوم هو تكليل لكل التحركات وكل الاجتماعات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين، لذلك كل هذه التصريحات كانت متوقعة. الأمر غير المتوقع أو التصريحات المختلفة إلى حد ما جاءت على لسان أمين عام حلف النيتو، كان يتحدث بالأمس عن ضرورة تقديم مدى زمني وما إلى ذلك إلى أوكرانيا ونحن على الطريق، وكان يحاول حتى اللحظات الأخيرة، أمين عام حلف النيتو كان يحاول حتى اللحظات الأخيرة مع ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأقوى داخل حلف النيتو في الحصول على هذا الأمر حتى يستطيع تقديمه إلى رئيس الأوكراني، ولكنه فشل في هذا الأمر. واليوم بشكل مفاجئ خرج أمين عام حلف النيتو وقال لن تستطيع أوكرانيا انضمام حلف النيتو، لن يستطيع حلف النيتو تقديم مدى زمني لانضمام أوكرانيا إلى حلف النيتو، يجب تحقيق هذا وذاك. هو يقصد هنا طبعا الإصلاحات السياسية، الإصلاحات داخل الجيش الأوكراني وما إلى ذلك حتى تستطيع أوكرانيا الانضمام في المستقبل. ولكن النقطة الأساسية في هذه التصريحات، مختصر كل هذه التصريحات، أن حلف النيتو والمملكة المتحدة الأمريكية تخاف جدا أن تدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا إذا سمت مدى زمن الأوكراني.
نعم، ويعني أنت بالأمس واستكمالا لما قلت ألمانيا تصدرت مشهد رفض انضمام أوكرانيا للحلفة، فهل من دول أخرى انضمت أيضا إلى هذا الرفض؟ الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا هما الذين يتصدران هذا الأمر. كانت إلى حد ما يعني فرنسا وإنجلترا وبولندا إلى حد ما في البداية خلال الأسبوع الماضي كانت متساهلة إلى حد ما مع أوكرانيا في أمور المدى الزمني وما إلى ذلك، وهذه الأمور في تقديم معلومات إلى أوكرانيا، ولكن في النهاية الجميع اجتمع على كلمة واحدة منذ الأمس، وهو لن تستطيع أوكرانيا الانضمام الآن إلى حلف النيتو حتى لا ندخل جميعا أراضي حلف النيتو في مواجهة مع روسيا. حتى الكلام عن السلاح النووي وما إلى ذلك، ويتكلم حلف النيتو أيضا عن سلاح الرادع والسلاح النووي، لا يريدون استعمال هذا السلاح، ولا روسيا حتى تستطيع استعمال هذا السلاح في هذه الأثناء، لأنها ستكون النهاية للجميع بشكل أكبر. لذلك يعني ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتصدران المشهد في الوقوف أمام أوكرانيا في الانضمام الآن إلى حلف النيتو. نعم، أشكرك عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.